وينضم إلينا من إسطنبول زياد الحسن، عضو الائتلاف الوطني السوري. أهلا بك سيد زياد. بعيدا عن الموقف من الانتخابات، لأنه معروف بالنسبة لكم كمعارضة، ولكن كيف تتابعون الانتخابات الآن عن بعد؟ سيدتي، كما يشير الجميع بأنها مسرحية يعدها نظام وحضر لها بشكل جيد بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين، الذين قاموا بأداء الفصل الأخير من هذه المسرحية عبر إرسال المراقبين اليوم حتى حيث اكتملت أركان هذه المسرحية. اليوم الشعب السوري رفض الذهاب إلى هذه الصناديق التي أسماها بصناديق الدم، والنظام في حالة هستيرية حقيقية اليوم في ريف حماة وفي إدلب وفي جميع المناطق السورية، حيث ألقى اليوم القنابل والأسلحة العنقودية على مدن الحولة والرستن، وقام بتهديم البيوت وحرق المحاصيل الزراعية، لأنه عجز عن إرضاخ الجماهير وإرضاخ الشعب السوري في مساعيه بدفعهم إلى صناديق الموت. والشعب السوري الآن يدرك بشكل جيد بأن هذه الصناديق هي محاولة بائسة من هذا النظام لاستعادة الشرعية التي فقدها بقتل أكثر من 200 ألف من هذا على المستوى تدمير الدولة السورية. طيب سيد زياد، هذا على المستوى الداخلي من خلال نظرتكم لما ينظر إليه الأسد أو نظام الأسد. فيما يتعلق بالتعامل مع الخارج، عندما يتحدث المعلم ويقول إن مسار الحل السياسي للأزمة في سوريا يبدأ من الانتخابات الرئاسية، يعني تحليل لمثل هذا التفكير كيف تنظرون إليه؟ الرسالة فعلا للخارج ولا مجرد فقاعات إعلامية للداخل أم ماذا؟ سيدتي الكريمة، النظام السوري أعتقد بأنه هو العائق الوحيد في سوريا أمام أي حل سياسي في مستقبل هذه البلاد. في جنيف 2 رفض النظام السوري الحديث حتى عن الحل السياسي والحديث عن هيئة الحكم الانتقالية التي كان من المزمع أن نتحدث عنها في جنيف 2. النظام السوري دائما يريد أن يحول الأمور إلى المجال العسكري، يريد أن يقضي على هذه الثورة الشعبية العارمة من خلال القتل والتدمير، إلا أنه بعد أن رأى هذا الرفض الجماهيري لهذه الانتخابات، انتخابات الدم، الآن يريد أن يعبر أو أن يعطي رسائل إعلامية إلى العالم بأنه لا زال مسيطرا على الأرض ولا زال قادرا على الاستمرار في حكم البلاد. بشار الأسد يا سيدتي الآن يعيش أيامه الأخيرة أو أسابيعه الأخيرة في سوريا، وهو غير قادر على الاستمرار في حكم هذه البلاد. وما نراه الآن في سوريا من انتخابات مزورة ليست إلا هي للانقلاب على هذه الثورة والانقلاب على المطالب الديمقراطية للشعب السوري. من إسطنبول زياد الحسن، عضو الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك.